التبو بيقول انه الاتحاد كان دوبا مع مصلحة الشعب التونسي ومحافظ على المبادئ متاعه ودفاعه عن الحريات العامة والفردية وحرية التعبير والإعلام. يقول انه ايضا الاتحاد كان مع لحظة 25 جويلية مع الشعب التونسي الا انه لا يعطي شك على بياض. شنو رأيك؟ بالنسبة لي أنا شخصيا الاتحاد العام التونسي للشغل هي كارثة لتونس. أكبر كارثة لتونس هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة التبوبي. خاصة التبوبي كان من المفروض يستقيل ويمشي على روحه. هو بالنسبة للاتحاد، احنا مريناه يتكلم كان على الناس اللي لاباس عليها. الناس المزمرة اللي تاخذ 400 و500 و300 ألف عمره اللي حكي عليها. يضغط على الحكومة تبدا ما عندهاش فلوس، يضغط عليها على المتوظفين الناس تاخذ من مليون ونص، ربي يزيدهم ياخذوا حتى 5 ملايين. بالنسبه للمزمرين هم اللي خاسرين في الحكايه، اللي كيفي انا وامثالي احنا نسموا المزمرين تاع 400 و500 الف بتبيع، هذوما ما يتلبتوناش بالكل. هو حتى نهار ما سمعناه يتكلم علينا، يضغط على الحكومه يحارب فيها بالمتوظفين، هاو قرفوا هاو عملوا هاو درشني. اخي واحد ياخذ بمليون ونص وش شنو تحب تزيد؟ واللي ياخذ 400 ثم الناس ياخذوا 200 الف شيخوخه ما تزيدش حتى كسكروتات ولا دخان. واحنا بالنسبه لنا احنا لا يهمنا في الطبوب ولا يهمنا في غيره، واحنا عطينا الوضعيه نتاعنا، فهمتني؟ الناس تتحسن، الناس خرجت انتريه تعبت تخدم 30 و40 سنه تخرج ب 300 و400 الف، ثم ناس مرضى ما تزيدهمش دويات. كيفاش احنا تحب نركزوا هو مع 25 جويليه ولا ضد 25 جويليه؟ هذيك امورهم في بعضهم يتفاهموا فيها. احنا اخويا كشعب يتلاقوا بينا وكاو، احنا بالنسبه للطبوب ما رينا منه شيء. انا بصراحه الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت من الأوقات كنت من مناصريه، فهمتني؟ لكن توا على الوضعية الاجتماعية اللي وصلنا لها والغلاء الفاحش والضر المواطن، الضر كريمون، ولينا علوش العيد نخمو فيه، نخمو فيه. وواحد من الناس أنا مانيش خالت باش ناخذوا السناء، فهمتني؟ والاتحاد لحياة اللي من تنادي على أن اتحاد تحكي لي، لكن على تحكي لي على اتحاد تبوبي فهو اتحاد تبوبي. اتحاد هو منظمة عريقة. اي منظمة عريقة. في قلت اتحاد التبوبي. توا ولا اتحاد التبوبي على خاطر لا حياة لمن تنادي. هاو سي التبوبي وين؟ وما لقيناش ومش موجود جملة في البلاد. مش موجود باش على القليلة الوضعية الاجتماعية اللي نعيشوا فيها توا، مش هو لا حياة لمن تنادي، لا يسأل ولا يتكلم ولا هنا في وضعيه سيئه جدا احنا نعيشه. تصريح طبوب يتكلم من منطلق هو اللي معناه هو معناه رئيس الاتحاد، لكن الاتحاد مش كما قبل كما تو يحصل الاتحاد كي كان يدافع على كل شيء. تو الاتحاد جابت روح. نعطيك مثلا بالكام تاع الالتريتي، والالتريتي مش قاعد يعاون بالالتريتي، عنده معناه منظمه شغيله دي له بحاجه اخرى مش ليه بالالتريتي. تصريحاته يقول تبع 25 جويليه داكور، لكن سكر البياض. اش معناها سكر بياض؟ يعني هو مش موافق، موافق مش موافق، والله اعلم شو يقصد هو. هو ينجم يقول راي ورايه معناها يكون صواب، ينجم يقول راي نتاعو مش صواب. بالنسبه لي انا الاتحاد حصر ما توفى. الاتحاد من عهد الثوره التونسيه دور ديما معناها دور حساس، وهو يعمل توازن ليكيليبر بين السياسي والاجتماعي، فهمت؟ من عهد بورقيبه لتو الاتحاد ديما يراعي مصلحه الشعب قبل كل شيء، فهمتني؟ هذاك علاش قال لك ما نعطيش سكر بياض، ومدعم مسار 25 جويليه، لانه المسار هذا قضى على المنظومه القديمه وكل الامور البايده القديمه، مانيش لا تاخذ براي شو اسمه الطبقه الشعبيه لا حتى شيء، ضاير حتى السياسة المتبعة من قبل السيد الرئيس قيس سعيد هو كون يقول لك الحكم يعني ينبع من الشعب ويرجع للشعب، وهذه هي من نورمالمون نظرية الديمقراطية الأصيلة. يقول إنه ما زلنا مواصلين النضال. أما نضال يحكي عليه؟ أما نضال؟ لا هم يحكي على واحد اسمه نضال ولا يحكي، أما لا نضال لا هم يحزنون الذي يتبوك. شنو؟ نضال يمكن يحكي على نضال ومصلحته هو الشخصية هكاهو. اما ما ثم حتى نضال يحكي عليه هو، وما ريناش وهنا مش نشوفه فيه. وين هو سي التبوبي؟ وين؟ وين؟ يقعد بعد ثلاث اربع شهور يورينا وجهه انا ناضل وكالعاده، ويتخبى تحت الزاوره وبرا لوج عاد. وين هو سي التبوبي؟
مش قاعد يعمل في توازن؟ حتى التوازن جا كريمون مش قاعد لا يعمل في توازن، لا هو يورينا في روحه اللي هو قاعد يخدم في مصلحة المواطن ومصلحة الجملة جملة، ما هوش موجود جملة، ما هوش موجود. نضال شنو بشي وصل عليه؟ مثلا ما حتى نضال مريناش احنا نضال. شنو النضال اللي عملوه؟ قبل كان الاتحاد بالحق كان يدافع على المزمرين، فهمتني؟ وديما يخرجوا بحل، لو ما يخرجوا بالياسر يخرجوا بالشوي، هذا مرينا حتى شيء، هذا مثمة زيادة، فهمتني؟ 23 و 24 و 25 هو المتوظفين اخذوه من جومبي، المزمرين ما اخذوهاش لليوم، يعني اللي ياخذوا برشا يعطوه واحنا حاقرين ما ناخذوش. مانيش حاطين نضال مدام، النضال، النضال فين؟ كان نقول لك المطالب نتاع الريزولوتي ونتاع البطاله ودينا الكل في الاتحاد، مثلا مالنا منهم شيء، شيء مالنا، انا مش كشخص طبوبي نحترمه، اما في الافعال ما ثم شيء، ما ثمش نتيجه. شوف مدام السياسه سي اون اوبليغاسيون دو ليزيتا، سي بون با دو ليزيتا نيا با دو بوليتيك، كيما الاتحاد سي اون اوبليغاسيون دو ليزيتا، اعطيني شرطي شرطي، ما اعطيتش شيء. الدنيا غلات ولا عباد تعبك، ما نحكيش على السياسه، نحكي على المعيشه كيفاش غلات والطبوبي وغيره ماهوش قادرين يخدموا خدمتهم كما يلبوا. كل تقصير ولا فما مش يعني قادرين يقوموا بدورهم؟ بوتاتر مكبل بحاجه، هو الطبوب مكبلينه بحاجه، اما تقصير منه. إذا هو قاعد في كرسي كليماتيزي وكراه ودينا كل الشعب الموردين نتاعو كيما احنا وكيما مورتلتي كيما قاعدين وكيما برشا حاجات كيما الشباب البطال مش قاعد يخسر، مش قاعد يلاهي بهم. وانا اش عارف انا، هذا رايي الخاص بنتي، والله ما بالكش انا غلط. انا قول لي انا نجحت سؤالك 25 جوفي جوي هو قال مع الرئيس، لكن ما عرفتش سكت بياض، ايش تفهم انت ولا انا؟ كونتراديكسيون في الكلام. جيب واحد ولد صغير يفهمها. يعني نجم يبدل رايه. صحيت. ما عرفتش سكت هذه خطا وانت تقول مع 25 جوفي، اما مع قيس ولا ضد؟ انا باريزون مع قيس صحيت. هو يعطي شيء ويش تكبير، انا مش معاه. هذا اللي فهمته انا، والله اعلم بالكش انا غلط. حسب رايك انت الاتحاد مازال محافظ على التوازن نتاعه وعلى دوره الاساسي؟ نتصور مازال. لا مازال اي. اما شنو يلزمو يركز في الناحيه الاجتماعيه اكثر من حاجه اخرى، باش ما يدخلش في مطبات اخرى، فهمتني؟ يشد الكوتي معناها سوسيال واحد اللي ينفع من المواطن في قوته في مصروفه اليومي في كل شيء، فهمتني؟ ومره يخليها لغيره. تقصد ما ينضويش في الامور السياسيه؟ مش ما ينضويش، ما انه معناها يقول لك يلزمو معناها كلمه حرار يعني كالترمومتر، فهمتني؟ من دوره من يعمل توازن لا اكثر ولا اقل، ديما لازم يراعي المصلحه نتاع باش ما تدخلش البلاد في مطبات اللي يحمدوا عقباها. كيفاش تقيم دوره في اللي صاير توا في البلاد؟ دوره سلبي جدا بارابور للي شدوا الاتحاد قبل، هو مش موجود جمله، دوره سلبي جدا، بالعكس هو ضد المواطن. يحكي على مصلحته الشخصيه، يحكي او قاعدين يبنوا في بنيه او ما نعرف شنيا، هذيك هي. هذيك هي نواها وكملوا ودشنوا وصلوا ب 29 مليار. اي والمواطن وينو؟ والمواطن وينو؟ يجاوبني. المواطن مش موجود جمله. شنو تقول لي طبوبي والطبوبي؟ ما ثمش يا ولدي، هذا الطبوبي يخدم في مصلحته لا اكثر لا اقل. الاتحاد هو الكارثه تاع تونس. لكن نقول انه ما زلنا محافظين على المبادئ نتاعنا، ما زلنا عازمين على متوحدين وما زلنا عازمين على النضال. ما عندهمش حتى مبادئ، المبادئ نتاعهم هم يحبوا يشدوا الكراسي وكهو، يعرف كان مصلحته وكهو ومصلحه جماعته اللي بحذاه غادي. مصلحه الشعب ومصلحه الوحده ومصلحه البلاد ككل، سمعتني ولا، هما اللي قاعدين يخربين البلاد الكل. علاش جزء من التوانسه يحملوا الاتحاد الوضعيه اللي وصلت لها بلادنا؟ خطر قاعدين يحطوا الاعصاب. الاتحاد هو الكارثه، هو الكارثه. الاتحاد العام التونسي هو الكارثه تاع تونس. المنظمه ولا القياده؟ لا القياده. القياده نحن ما نحكوش. منظمه حاجه والقياده اللي موجوده توا حاجه اخرى. شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ والله ايش باش نقول لك، انا يلزمهم يصبروا شويه، الوضع بتاع البلاد معناها قاعد مش مستقر كيما يقولون عنا، والوضع بتاع العالم الكل. انا نحكي على دور الاتحاد في بلادنا، مازال قايم بدوره ولا؟ اصبر زاد هو اخي، زيادات زيادات زيادات، ثم ناس بطاله، ثم ناس كيما يقولون نحن، ناس اخرى بطاله تستحق زاد الاعانه. اخي انت تصور في شهرين كيما يقولون نحن مليون تحب تزيد في وغيرك ما ياخذش، ما تصبر انت زاد. تصبر بلي جاب لك ربي الساعة حتى لين تترقل البلاد وتتولد وتولي مشاريع باهية وتولي معناها الأمور ماشية
والكاسه تبدا بتاع الدوله مليانه، لازم بس تطلب انت زياده. اما انت الوضع في العالم كل مش امريكا، لازمك تصبر على البلاد. انا في العمر هذا ثم اتحاد تاع قبل نتاع حبيب عاشور نتاع جماعه اللي قبل ضربوا بالبونيه. تو الاتحاد ما مش لاهي بالخدمه بتاعها، مش لاهي ستو بالتلتي، مش لاهي بالطبقه الضعيفه برشا، لاهي بامور اخرى. وسامحني بالكلمه طبوبي من با تا بلاص. ماهيش في بقعته هذاك، ماهيش البقعه نتاعو. الاكثر اقل لازم نقول لك شوف حاجه اخرى، شوف قاش حل السطور الاتلتي. كيما حل احنا معناها الاتلتي تعبين برشا. فين هو مش لنا. تو نعطيك اكزامبل، انا اكزامبل الاتلتي طالبين هكا على الضريبه. فين هو؟ مش قاعدين حتى هي الاتلتي. فهمت قاعدين؟ مش انا انت تاخذ تعمل لي انت هنا حياتي كل نصب في الزامبو. نجي انا بالتريد زيد عاود تجبد لي لومبو مش معقول. شكينا الاتحاد وعملنا كل شيء. وجا عندهم سي الناس اللي تابع الاتحاد ما عمل شيء. مش نكلم بكل وضع. مش قام بدوره، وهو حتى الطبوبي اللي سي عليه بالنسبه للتريتي اللي سي عليه. بورتون سي نو كون في ليتا تونيزيان، سي نو كون كرباشي، سي با لوي. احنا كي خدمنا خدمنا بالسلوات تقبض بدك تلو. تو القابل الاورديناتور وكل شيء مليك. فهمت بدي بكل صراحه. ما عادش كان انا الطبوب يقول لي مع 25 لسكر البياض كانك ماكش كانك ماكش مع 25 جونبي جونبي. واحنا ما قيس صعيد، قيس صعيد ديما معاه، اما هو مش معاه.